تحذيرات من تفشي أكبر لفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة. منظمة الصحة العالمية لا تخفي مواجهة تحديات هائلة تقف حائلا أمام ضمان توزيع 1,200,000 جرعة لقاح في القطاع، خصوصا في ظل عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. المنظمة تعلن أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بقطاع غزة دليل على انتشاره، وهو ما يعرض أطفال القطاع غير المحصنين باللقاح للخطر. منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووكالة الأونروا وشركاؤهم بالتنسيق مع وزارة الصحة في غزة من المفترض أن ينظموا جولتين من حملات التحصين ضد شلل الأطفال تستهدف 600,000 طفل، لكن عدم وقف إطلاق النار يظل عائقا أمام إيصال لقاحات التحصين على الرغم من توفرها. نحتاج إلى تغيير هائل في البيئة الحالية، ليس فقط وقف إطلاق النار حتى يتمكن الأطفال من الحصول على اللقاح، ولكننا نحتاج أيضا إلى حرية الحركة في القطاع. مدير برنامج استئصال شلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية توقع أن تكون بداية انتشار فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة العام الماضي، فأطفال القطاع لم تصلهم حملة التحصين الروتينية الأساسية منذ 7 أكتوبر، في ظل مخاوف بشأن تخزين اللقاحات جراء استمرار الحرب ونقص الخدمات الرئيسية. التحدي الأكبر الذي سيواجه من قبل العاملين في القطاع الصحي هو صعوبة الحفاظ على درجة حرارة الفيروس في ظل انقطاع كهرباء تام، وفي ظل عدم توفر الديزل أو الوقود اللازم لتشغيل المولدات اللازمة لإعطاء كهرباء للثلاجات. المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط تحذر من أنه في حال لم يتوقف إطلاق النار فورا لضمان حملة التلقيح فإننا نواجه خطر استمرار تفشي فيروس شلل الأطفال متجاوزا الحدود.